السلام عليكم، أنا طالب جديد اسمي حسن حيدر. اليوم جيت أقدم بجامعة الكفيل الأهلية لأن بها عدة مجالات من ناحية الرصانة والجودة، وجيت أقدم اليوم تسجيل جديد. أنا خريج إعدادية، اليوم تسجيل جديد راح أقدم بها إن شاء الله، وأتمنى أنه هذا العام يكون عام دراسي جيد. قدمت بجامعة الكفيل البتي بالنسبة لطب الأسنان لأنها تعتبر من الجامعات الرصينة والمعروفة على مستوى ومجتمع، بغض النظر عن البناية وعن الأماكن اللي موجودة بها من المختبرات بالجانب العلمي من الدرجة الأولى، ومن الجانب البنائي أيضا تعتبر من الدرجة الأولى. بنتي خريجة هاي الكلية، أتمنى التوفيق لكل الطلبة ومن ضمنهم إن شاء الله بنتي دكتورة زهراء. اليوم جينا نسجل بجامعة الكفيل. جامعة الكفيل تمتاز بكادر تدريسي متميز.